يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله المقسط الحق العدل جامع الناس اليوم لا ريب فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسى دعائم العدل وجعل الملك مبنيا عليه، فأخرج بالعدل رهط المظلومين فنالوا حقوقهم، وكسر ظهور الجبابرة الظالمين بظلمهم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل، فهدى به من بعد الضلال وأرشد به من بعد الغي، وتركنا به على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها في غيابات الدنيا إلا هالك، أرسى معالم العدل صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت به الدنيا آنذاك تنحني وتجله صلى الله عليه وسلم قدراً ومهابةً ومكانة، كيف لا وهو بآبائنا وأمهاتنا قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجراً في مكة قبل أن أبعث يفشي علي السلام. فقال في مراسم العدل وهو يلقي خطاباً إلى الإنسانية: وإذا أقيم العدل قامت الدنيا، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته ونفره وعلى كل من اهتدى به وسار على هديه وأخذ بسنته، فمن اتبعه هدي ومن عصاه في الضلال رمي. ثم أما بعد، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. انتبهوا، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. عبارات قالها النفر الأصفياء الذين أخذوا السمو والزهو والعلو من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، علمهم كيف يعدلون، فكانوا بفضل الله أمراء على أمة الإسلام، فساد الإسلام وانتشر الإسلام واعتز الإسلام وانتصر الإسلام وساد في كل حاضر وفي كل باد. هكذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب الأمة بغنيها
وفقيرها، بكبيرها وصغيرها، بذكرها وأنثاها، بفارسها وحارسها، بكل أطيافها، بأبيضها وأسودها وأحمرها. يقول وهو يملك زمام الأمر عندما اجتمعت عليه الأمة فجعلوه خليفة بعد رسول الله: الضعيف فيكم قوي عندي، والقوي فيكم ضعيف عندي. أولئك أقاموا العدل، فإذا ظهرت شأفة الظالمين قسمت وزالت وانمحت واندحرت، لأن الله تعالى مكن على شأفة الظالمين سيوف الفوارس، بوارق الصحابة الذين اتبعوا هدى النبي صلى الله عليه وسلم شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأعلى الهرم في الأمر بالمعروف أن يأمر الإمام والقاضي، وأن يأمر ولي الأمر بالعدل ولو على ذي القربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هكذا هو كلام الله جل وعلا. ولكن لما ضاعت أساسات العدل إخوة الإسلام، وكان المظلومون في الغيابات يبكون، وكان المظلومون تحت التراب يموتون، وكان المظلومون يخطفون، وكان المظلومون يسلبون، وأهل الظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله في الزمن الأسيف تولوا المناصب والمراتب، فلم يحكموا بين الناس بالعدل، وإنما حكموا بين الناس بالظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكون القضاء إلا للرجال، ولا يكون الرجال إلا بالمال، ولا يكون المال إلا بالعمارة، ولا تكون العمارة إلا بالعدل. فأين العدل يا أمة العدل؟ أتريدون عمارة وحضارة؟ أتريدون أساسا وملكا؟ أتريدون عزة ومنعة وهيبة وجلالا؟ أقيموا العدل بين صفوفكم، ولا تقبلوا الدنية في المسلمين ولا في أرض الإسلام، بأن يجعل القضاة من أهل النار يحكمون بين الناس بالظلم ولا يحكمون بين الناس بالعدل. يقول الله عز وجل، وهي آية ننادي بها القضاة، ننادي بها من يفصلون بين الناس في خصومة، من يفصلون بين الناس في الدماء، من يفصلون بين الناس في الأموال. يقول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويلك ويلك يا من جعلت قاضيا فأخذت الرشاوى باليمين واختلست بذات الشمال، وأخذتك هيبة الرجال الزائلة فحكمت بين الناس بالظلم. ويلك ويلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. تلبس جلابيب القضاء ويكتب خلفك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا بك تضرب المطرقة على الطاولة وتسكت الحاضرين وتحكم بالظلم والمظلوم يبكي. ولكن ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، فإن لم نرى الويل في قاضي الأرض ونحن أحياء
فإننا سنرى ذله وصغاره وهوانه يوم القيامة في عرصات القيامة أمام قاضي القضاة جل وعلا. عندما يترأس الصعاليك ويسودون الأرض وتجعل لهم الحواشي وترصد لهم الأموال ويجعل لهم الرجال وهم على رأس حربة الظلم وهم قد بارزوا الله وقد شردوا العباد ونكلوا بالبلاد كما يوجد هذا الأسير الصعلوك، فاعلموا أن بأمر ما قد كسبته أيدينا ولي علينا أمثال هؤلاء الصعاليك، فكيف ما تكونوا يولى عليكم. عندما رضينا بإقامة القاضي الظالم وسكت الناس وانخرست ألسن أهل الحق، جال حفتر وصل وظلم وقتل وسفك وسرق وخطف ونهب وجعل وجعل وجعل. أقيموا العدل تقوم أساسات الملك، أقيموا العدل يندحر القضاة الطغاة الظالمون، ونضع الموازين القسط. آه لو تفكروا في معنى هذه الآية الكريمة، لو تفكروا في معناها لعمت راية العدل ورفرفت على قلوب المسلمين. قامت الثورة وصرخ الناس بصيحة التكبير على أناس مظلومين، سجنوا وظلموا وعذبوا ونكل بهم وسلخت جلودهم وضربوا بأسياخ الحديد وصلبوا بين القواطع ومنعوا من زيارة أهاليهم وذويهم ومنع عنهم الطعام وألهبت صدورهم وجلودهم وظهورهم بالسياط ليل نهار وصباح ومساء في غيابات السجون في ظلمات الكهوف بين عرصات الظالمين، لا لشيء إلا لأنهم قالوا آمنا بالله رب العالمين. لم ترصد لهم المحاكم ولم يجعل لهم التحقيق، وإنما سيقوا كالحيوانات وهم يعلنون لا إله إلا الله. ليسوا بالعشرات، ليسوا بالمئات، إنما بالآلاف يخطفون من بين ذويهم، يسرقون ويقبض عليهم وهم على الأسرة مع زوجاتهم داخل بيوتهم. ويأتيك اليوم رجل صعلوك صغير يقول آه على أيام القذافي، يا ليتنا لم نقم بهذه الثورة اللعينة. وهو لم يصب في أحد من قرابته ولم يعلم ماذا كان يجري القذافي داخل غيابات السجون. بعد يومين تقوم المحكمة، فبأي حكم ستقول وأي حكم ستنطق؟ إننا نسوق العبارة حتى يجعل الله عز وجل كلمة العدل صارخة، وإننا نوجه رسالة، فاللهم اشهد، اللهم اشهد. نقول سيرة من أساهم ونبعث برسالة ثانية إلى القضاة وبرسالة ثالثة إلى الدنيا وبرسالة رابعة إلى أهل الحق كي يقولوه وكي يصدحوا به وكي يصرخوا به. مجزرة أبو سليم قامت على الآلاف، قتلوا في ساعة، أطلق عليهم الرصاص في ساعة، رميت أجسادهم في دقائق، لفت جسامينهم في أكياس، لا لشيء إلا لأنهم خرجوا ذات يوم وشكوا تفشي الأمراض وشكوا تفشي قلة الغذاء واشتكوا إلى عدم رؤية الأهالي واشتكوا إلى تحسين الأوضاع، ولكن زعيم الطغاة أبى إلا أن يكسر شوكة المظلومين، فكسره الله بعد حين، كسره الله تعالى بعد حين. ستقوم المحكمة، أهي محكمة الدنيا الظالمة
أم هي محكمة الإله العادلة؟ فكن على حذر يا قاضي الأرض، إياك أن تحكم بظلم في آلاف من الجثامين حرقت وجعلت في أخاديد في بسليم وصب عليها ماء النار حتى تتحلل. ولما سمع القذافي بالأمم المتحدة وبالمنظمات القانونية والحقوقية أخذت مرة أخرى وذهب بها إلى مكان وحفر لها ووضع تحتها القطران المشتعل نارا، صب عليهم القطران من فوقهم. اسمعوا يا من تترحمون على الملعون، اسمعوا. ثم بعد ذلك ازداد خوفه من الأمريكان ومن الأوروبيين، ازداد خوفه منهم ولم يخف من الله رب العالمين. فلما سمع بأن التحقيقات ربما تأخذ أجزاء منهم جمعوا مرة أخرى وسحقت عظامهم وسحقت بالمكينات، وبعد ذلك لفت ووضعت في أكياس ورميت في البحر في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل. يخرجون إلى القواطع، يجعلون في الساحات، ثم يأمر القذافي عبده الأجير الصغير الحقير الذي يدعى عبد الله السنوسي، ويأتي هذا المجرم وهو قابع في السجن الآن، هو ومنصور ضوء، يقولون للرماة فوق الأسوار: إذا أحد منكم لم يضرب النار فسيلحقهم في الساحة ميتا. رميت عليهم أولا قنابل، ثم بعد ذلك رمي عليهم الرصاص من كل حدب وصوب لمدة ساعة وتزيد. يقول أحدهم وهو شاهد على الجريمة: أسمع صيحات المظلومين عندما أخرجوا على حين غرة، وكانت أجسادهم لا تصل 40 كيلوغرام، فعندما ضربوا بالرصاص وهم كانوا يتمنون العدل كانوا يقولون: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، والأجساد تسقط فوق الأجساد، ولكن رب العباد حي، ولكن مالك الملك حي، ولكن العدل المقسط حي. فيا قضاة الأرض، إياكم أن تظلموا أجسادا ووريت وزالت ليست في الأرض وإنما في ماء البحار، إياكم أن تظلموا أنات الثكالى، دمعات اليتامى، صرخات الأرامل. وراءكم الله، ليس أمريكا ولا فرنسا ولا روسيا، مالك الملك صاحب العزة والجبروت سيأتيكم يوما. أقول ما سمعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من وطئ الثرى وأقلته الأرض وغطته السماء، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. عليه الصلاة والسلام علم أصحابه قوانين العدل، فلما ساروا عليها كانوا أقوى أمة. أتريدون سماع لقطة
ورؤية لحظة وانتباها لومضة أيام الفاروق الذي وصفه القذافي وقال عنه بأنه دكتاتور. فكان الفاروق يوم القيامة يمشي والناس حفاة عراه، وهو يمشي بين الناس والناس عرقهم إلى أكعابهم وإلى أركابهم وإلى تراقيهم، ولكن عمر بين الناس في يوم الحشر يمشي وعليه الجلابيب. لماذا؟ لأنه كان يحكم بالعدل. أما هذا الصغير يصفه بالدكتاتور وقد أخذ كالفأر الصغير في ماسورة. سبحان الله العظيم، ما أعدل الله. فقط نسير في موكب الله عز وجل فسننتصر. قل كلمة الحق ستنتصر. والله العظيم أمة الإسلام انتصرت بكلام الحق. لا يخرج السيف ضد أهل الباطل إلا إذا ترجمت سنانه كلمات الحق وصرخات الحق. أما إذا اختفى أهل الحق فإن أهل الباطل سيسودون وسينتصرون. نرجع إلى الفاروق. يحكى في السير الصحيحة أن يهوديا وقف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير الدنيا، قال: يا عمر، إني أشتكي عليا إليك. فدعا عمر عليا رضي الله تعالى عنه، دعا الحيدرة، دعا السيف، ودعا الفارس. فوقف علي واليهودي أمام عمر، فعندما أراد الفاروق أن يحكم بينهم نادى اليهودي باسمه والتفت إلى علي وناداه بكنيته فقال: يا أبا الحسن. فغضب علي غضبا شديدا. الله أكبر. فتعجب عمر، قال: يا علي، أتغضب لأن خصمك يهودي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكني غضبت لأنك ناديتني بكنيتي وناديته باسمه ولم تسوي بيننا. سبحان الله العظيم. والنداء بالكنية عند العرب يعني التودد والاستعطاف والترحم. انظروا كيف علم علي عمر. ماذا عساك أن تقول أيها القاضي في الدنيا؟ انتبه، انتبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وربما أمامنا الآن من القضاة ومن المحامين، ولكن ذكر وعظ وانصح كل من كان في القانون وتولى المحاماة أو القضاء، فإننا نقول له: قد ذبحت بغير سكين. فلا تفرح، لا تفرح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدعى وينادى على القاضي العادل يوم القيامة. العادل يناديه رب العزة باسمه، فيلقى القاضي العادل من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. فبالله عليكم يا قضاة الأرض، اتقوا الله في المظلومين، اتقوا الله في مجزرة قامت لأجلها ثورة شعب، اتقوا الله في مظلومين قام لأجلهم شهداء تحت التراب الآن، اتقوا الله في مظلومين في بوسليم قام لأجل نصرتهم من بترت أطرافهم، أرجلهم، أيديهم، من فقدوا بصرهم. يا قاضي الأرض، اتق الله بعد يومين. هذه رسالة، خذها، وإليك رسالة بشرى. لعل القلب يرق، لعل القلب يرق. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. احذر أن تفتن بالمال، احذر أن تفتن بالجاه. يريدون في الأيام والسنوات القليلة الماضية أن يسعوا لإخراج منصور ضو،
وأن يجعلوا حكم البراءة للسفاح عبد الله السنوسي، ولكن أطمئنكم والله إن راية الله العادلة ستنزل على هذين وعلى غيرهما بإذن الله. لا يزال في الأمة خير، لا يزال في ليبيا خير، لا يزال في ليبيا أهل العدل وأهل الحق، فلا نبتئس ولا نحزن ولا نجزع، وستقوم راية الحق بإذن الله عز وجل جل وعلا. ولكن علينا أن نذكر، فالبشرى أيها القاضي أبعثها إليك وإلى الدنيا وإلى الأمم المتحدة وإلى المسلمين وإلى كل من يتولى قضاء وإلى عموم الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن. من هم يا ربنا؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فإذا كنت قاضيا بالحق فافرح، فقد فرحك رسول الله. وإذا كنت قاضيا بالظلم فاسمع قول رسول الله، ماذا يقول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، الله أكبر. ورجل عرف الحق فلم يقض به فجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى بين الناس بالجهل فهو في النار. نسأل الله عز وجل أن يأخذ حق المظلومين في كل مكان وفي كل حين. نسأل الله العلي القدير العدل المقسط الجامع أن يجعل كلمة الحق والعدل في الدنيا في حق المظلومين في مسلم، وأن يأخذ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا جبار يا قوي يا متين يا صاحب العزة والجبروت، ويا من قهرت العباد بالموت، اقهر حفتر بالموت شناعة وتنكيلا وبأسا وتهويلا. اللهم أنزل على حفتر الصعلوك بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بأسك على القضاة الظالمين. اللهم عجل انتقامك على كل ظالم، فقد شردوا العباد وشردوا البلاد. اللهم لا ترفع لحفتر الصعلوي كراية، ولا تجعل له غاية يا رب العالمين. اللهم فرحنا بموته، بشرنا بهلاكه، واجعل من بعده على ليبيا أئمة صالحين مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، وبسنة رسول الله يهتدون، وبكتاب الله يأمرون ويعدلون. اللهم ول على ليبيا خيارها، ولا تولي عليها شرارها يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن يهود، وارزقنا صلاة فيه وشهادة عند أعتابه. اللهم عليك بمن ظلمونا من آل سعود، وبمن قصفونا من أهل الإمارات ملوكها وطغاتها. اللهم عليك بالصغير القليل السيسي الذي ظلم أهلنا في البنغازي وفي درنا، وسلط علينا رصاصه وصواريخه. اللهم خذه إليك أخذ عزيز مقتدر، وطهر مصر من أرجاسه وأنداسه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.